السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم من جديد بنفس الموضوع ديالنا ده. فهاد الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه غيتا كتخرج مرة أخرى وكتقصف ندى، وغادي تسمعوا شنو الهضرة اللي كتوجه لها، ومن بعد غادي نرجع لكم. بونجور مي زامور، لقيت دابا قسم النعاس، مشيت للكاريفور اللي هو الكارفور. المهم خديت التقضيه وداك التخبيق، تشهيت واحد الطاجين ديال البيض ومطيشه والكفته، فهمتوني ضروري غنديرو اليوم، وشريت الكون ومير. بون كاينين شي ناس تحس الكابا كيدخلوا عندي، واش انت لهاد الدرجه؟ هذيك نادا فقصاك قاتلك كتغري منها؟ اش عندي ما نغير؟ انا ما عنديش بروبليم بيرسونيل مع هذيك، انا البروبليم اللي عندي هو عباد الله كيدخلوا للعاقه على دار الشعب. علاش خليتي الفيديوهات؟ علاش انا لا مخليه الفيديوهات ديال الحمل الكاذب وديال الكذوب؟ انت وداك عماد بيشري لاقاش طالع الفيوز، علاش تدخل الفلوس ديال الادسنس؟ مسحي ياك كاين شرفيه ومصداقيه وانا اعتذر. وكوناي نيكست ثم كوناي نيكست ثم كوناي نيكست، والدموعات والهلاباي ونساني دوا انا 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 مسحي الفيديوهات. يلا هذوك الناس خصهم يتسنالاو لهم داك القنوات ديالهم، تهلاو في راسكم معاكم. شكرا على هذه المعلومه القيمه. دابا اخوتي القيده غيتا غادي تقصف واحد المنبر اعلامي اللي ديما مساند ندى وتابعها فين ما مشات، فغادي توجه لهم هما دابا واحد الكلام اللي هو قاصح بزاف، فسمعوا معايا هادشي. هذا القيده كيجيوني الذهب، كيجيني بزاف بصحتي، القيد اللي يعطيني واعره بوغوصه نستاهل، كرهتي انتيا وانا شريفه عفيفه طريق 400 مكمشه، سمعتيني انا لالك وغنجبدك وانا وراك والزمن طويل. الصحافه هذه اللي جايه تهاجمني انا ما خصكش ليكم، كتعرفكم انا نخاف، انا كنخاف من الله سبحانه وتعالى، كنخافش انا اللي جبدني وراه وجهه في المرايه. زعما ما كاين حتى شي موضوع تهضروا عليه، انتما غاديين تجاراو خميسات الخميسات. ندى حسيت جوجات، ندى حسيت طلقات، ندى حسيت عيدات الغراز، ندى حسيت دارت الفتيله في نيفها، ندى حسيت طبطق لها العرق في البصله السيسائيه ديال النخاع الشوكي ديال القطب الشمالي ديال تبارك الله عيقنا بهذا الشيء، لا بركة عندنا، الله يرحم لك والديك بركة. بالنسبة للقوقو اللي طلع بالنضادر والكمامة جولات الهوية فرمة المعلقة ديال الخشب، تقولي فيك المرض الله يسر. قلت لك قلت لهم مشيت بالخناشي ونجيب البالس، راه ما كنجيش غير بالبالس، كنجيب الطوموبيلات كيتكتبوا لي بسميتي كادو دانيفا. غوسو مودو لي زامي، مدام الصحفية بغات دير التمويه لحقاش ندى حسي صاحبتها صديقة ديالها، صديقة الانتيم ما كتفرقش وياها، بغات دير عمليه تمويه باش ينساو المغاربه هاد القضيه ديال ندى حسي ويشدوا فيا انا وسريكو. العمود الفقري ندى حسي دارت، ندى حسي تقضوا المواضيع، ما كاين حتى شي موضوع تهضروا فيه، هضروا على كورونا، هضروا على البطاله، هضروا على البنات المطلقات، هضروا على الامهات العزيبات، سيروا شوفوا هادشي ديال رمضان، سيروا تعاونوا الناس في القفاض رمضان، صافي تقاداو. كتعرفوا انتما غير ندى حسي ديري معاها كونترادا ابونمون ولا اله الا الله بالليل لايف، وغادي نهضروا مزيان بالتفصيل المميل على هاد. زعما 20 سنة كنت كنمشي بالخناش وكن سمع مدام الصحفية، انت جايبة السيدة مقرية بجهولات الهوية دايرة الكمامة ودايرة النظاظر، حيد الكمامة وتحيد النظاظر توين لنا وجهها، ولكن غنجبدها اقسم بالله تا غنجبدها، انا غنجبدها على الهضرة اللي كتهضر، حرض على الفساد وانا كندير الفساد انا. السلام عليكم اخوتي، مورا هاد الصغيره راح لكم واحد الفيديو ديال الصحفيه ديال شوف التي في اللي كتهاجمني، ديما كتهاجمني لانها الصديقه الحميمه ديال ندى حسي. اذا انت انسانه ماشي بروفيسيونيل، انت انسانه غير محايده، وانت انسانه خاص يحيدوا لك مهنه الصحافه، لان خبز بالحلال وتربي وليده عند كل يد. اليوم جات بغات تقول رايها في واحد الفيديو، اتصلت بينا شافت واحد الفيديو كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي، ضرها خاطرها بغات تهضر عليه. السلام عليكم بنتي. السلام عليكم فاطمه الزهراء، انا بغيت نهضر على داك الفيديو اللي دارت ديك السيده ديال القيده غيتها ولا ما عرفتش شنو سميتها. بغيت نقول لها ان داك التحريض اللي كدير على الدريات راه ما عرفتش شنو كيسحب راسها، واش كيسحب شنو قالت في الفيديو ديال ان انا ملي كنت عندي دي بروف، سميتها لي بروف، عندي الدلائل من 2012 وانا خدامه وعندي لي كونطرا دو ترافاي، ما جبتكش راه تصاور بلونيفورم، جبتك لي كونطرا دو ترافاي بابخاس، منين غنهبط للمغرب غتكون هضره اخرى. ولالاكم القايده منين طلعتوا كتحفروا فيا فرعتكم كاملين، وما غاديش نسكت، نحفر 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 وغنجبد الحزاق كامل وانا بوحدي والله معايا ورضاد الوالدين. ها العصر وما غاديش توصلوا للقايده تحي، وانا كنتبرى من شوف التي في هذيك الصحفيه صاحبتنا ندى حسي تقلني عليها، لان انا ناسهلاش اللحم ديالي مر
واللي كيجبدني كنعطيه العصير في غراف كبير. فهمتي؟ المغاربه تبارك الله عليهم مطورين وفاهمين وكيتفرجوا وعارفين كل شيء. حنا ما غنساوش القضيه ديالنا دا حسي وما غنسامحوهاش وغادي نبقى نلغط 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 لا عليك لا عليها. تنشوف هادشي فين يوصل. أم انتي راسي كيحرقني، أم انتي راسي كيتقلقل بش قلقل كيتململ انا بوحدي وانتم كلكم ونشوفوا شكون اللي غادي يغلب. تهلا حفا مهنه نزيهه وشريفه وفيها المصداقيه والشفافيه. جيت تهاجميني، جيب واحد الانسانه مجهوله الهويه دايره الكمامه ودايره النظاظر وكتهاجمني كتقولي انا كنحرض على الدعاره. انا غادي نبقى نهضر عليك حتى يوصل الصوت ديالي جا يشوف التيفي، واذا طلب الامر نمشي رفع عليك عليك دعوه قانونيه لان انت كتهاجميني وباغا ديري التمويه باش نساو ندى حسي وجاب حتى ساري يكون سمعتيني. وهذيك الانسانه مجهود مجهوله الهويه غنجبدها لان انا القايده ملي كندير شي حاجه في راسي كنوصل. السلام اختي ربيعه، كي دايره؟ مالي نضر لاباس ربي يخليك. كيسي مرحبا بك غزاله هاد البنيته بنت اختك كبرات شهوه منها خيار عايشه في العمارات. ايوا مزيان. زهور ديري شي برداتي للضياف اوي نقش النعناع. ربيعه اختي ما لقاش عندك جوج دراهم، كانت عندي واحد الكليانه ضربت لها الكارطه عطاتني 100 درهم والله ما عنديش شي صرف. واجا بنتي زهور عافا بنتي اش اجي خذي جوج دراهم سيري خذي النعناع لي خطيك واختي يعني شوفوا لك اختي زهر كوميمونك قبضي هادو ديريهم في قلبك. ايوا كي دايره غزاله بنت اختك عاري يا اختي قوليها قلبيها تخماميها باش اتينا الله. عاري اختي نشوفوا لك قلبك يا اختي عامر تخمامك على الفلوس غير اتيك الله في المشاكل. راني اختي نسرح لك الكارطه نشوفوا لك هادشي كي داير. وها انت راكي قاطعه البحور ودايرين بك اختي الرجال وقاطعه البحور. عندك واحد عريض الكتاف بيض هذاك باغيك غير على الحرام، ها هي السوطه الحمراء خارجه حداه، واحد معبرد طويل كحلها هذاك جبت حاجات ثقيله ما عرفت لا طار ولا طوموبيل بصح دخلت كلها شميه. سمعي تما راه حتى هو حدا السوطه كلهم دايرين حدا السوطه الحمراء الحرام. عندك جوج قصارين حتى هما باغينك على الحرام تما يجيبوك حاجات ثقيله انت كلشي مقلوبين اللهجه كاينش هنايا مغرب. عندك يا لالا جوج بنات حاضيينك وتابعينك حاسدينك. ويلي اختي على الزواج وانت خما جيتي في الامارات باغا تزوج اختي تضحكي على الوقت وتضحكي عليا. واختي ما شافك الله في الزواج عندك غير القرعه الحمراء بالصوت عندك غير الحرام هاد الساعه. يا ويلي اختي على ما بغيتش نتزوج. ها ويلي اختي ياك لاباس سميتي انا العدول هاكا اختي 100 درهم ديالك خرجي اختي حسبي عليا الدروج. هاي هاي قالك نتزوج نتزوجنا حتى حنايا بهمتنا وشاننا وزيدنا وحجبنا.